تبون رد الجزائر 500 سنة قبل الميلاد ملي كانت مازال كدير المقايضة. سمعت يا السي جلالي والسي الشعب الجزائري ملي قال لكم تبون بأنه غيدير تبادل ديال الغنم بالزيت نتاع السيارات مع مالي قبل ما تقلب عليه الكفة؟ هادشي راه ما قلناش حنا، هادشي ما قلناش حنا، هادشي قالو الرئيس نتاعكم الرئيس عبد المجيد تبون في هكذا يعني حوار له كيقول خصنا نديرو المقايضة مع النيجير ماشي مالياك، مع النيجير كليرمون تحياتي كليرمون الله يحفظك النيجير ابن عمي. هباش 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 النيجير، شكرا عيشة على التصحيح، شكرا شكرا. ما يهمش واش مع النيجير ولا مع مالي، اللي كيهم هو القضية فيها النعاج والغنم مع الزيت نتاع الطوموبيلات. إذا السي الجلالي محال واش غتكمل انت العهدة هاد ست شهور هادي، إلا عاودتي خرجتي شي خرجة واحدة أخرى ما عرف واش غيخليك شنقريحة، لأن شنقريحة عول على تبو، شنقريحة عول يرد تبو، حتى حنا حتى حنا فهمتي غضيعنا السي الجلالي. شتي لا مشى حتى سمع لك الجزائري وسمع لك وسمع لك الشعب الجزائري والأحزاب السياسية الجزائرية وسمع لك تبون وما بغاش يترشح، حنا غنضيعو. انت كتشوف حنايا الفضايح من الجزائر يوميا، تبون عطاف شنقريحه الاعلام نتاعكم قاده الشرق وكاله الانباء الفضايح يوميا كاين فضايح، ومع ذلك حنا هنا في تيك توك ديالنا شي كيعض في شي، شي كيفتح اللايف على شي. انا كنتخيل دابا يجي واحد الرئيس الجزائري بعقله ما يديروش الفضايح، يخدموا في خاطرهم ومقادين، اش غنديروا حنا في بعضياتنا؟ اذا سي جلالي زم فمك سكت وخلينا مره مره ننساو، مره مره نلقاو فين نلصقوا. شي فضيحه من الفضائح نتاع كيما كتسمع التيكواندو الجزائري، كيما كتسمع سي عبد المجيد مسلكنا. انا نعطيك الدليل، نعطيك الدليل، نعطيك الدليل، نعطيك الدليل، دليل 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 دليل. اليوم السي عبد المجيد دار خطاب معايدة للشعب الجزائري مباركة العيد، قال لهم ودي هذا رمضان دوزناه بخير وعلى خير، و داك الشيء ديال المأكولات وداك الشيء ديال الإنتاج السلع كان متوفرا وما وقعوش عندكم مشاكل، وكنشكر التجار اللي كانوا رحماء بكم. اي ما تعرفوا رئيس ديال دولة، ما تعرفوا مقاول، ما تعرفوا ممول، ما تعرفوا وزير التموين، ما تعرفوا وزير التجارة، ما تعرفوا وزير الداخلية، راك رئيس دولة غسي تبون الله يهديك، راك رئيس دولة الله يرحم ليك الوالدين غسي تبون الله يرضى عليك. انت دابا تشكر التاجر مول الحانوت علاش ما سرقش الجار ديالو، علاش ما زادش عليه؟ دابا انجاز، دابا دابا الانجاز هو عوض انك تقول بان ما هو، ما تقولش كاع صاحبي عندك المكتب ديال الزجر الغش صاحبي، عندك المكاتب الولائيه ديال الزجر الغش وتخدم شغلها عادي يا صاحبي، عادي عادي مدام تحياتي. ما علينا، دابا نمشيو للسياسه الخارجيه. السي عبد المجيد صفت عطاف فين؟ صفته الى كينيا على عجل، على عجل ابن عمي، على عجل، يعني صيفط عطيطيف الى كينيا. علاش؟ لان كينيا اولا قررت ان تعين ولاول مره في تاريخها سفيره في المغرب، يعني غدير سفاره في المغرب وعلى راسها سفيره لاول مره. وبعدها بعد يعني في ذاك النهار نيت اللي مشى فيها الطاف، كينيا تقرر السحب ديال المبعوث ديالها الى القياطن والعجاج. ف عطاف خرج مشى كيجري لكينيا. اذا لاحظوا معي ايها الشعب الجزائري الشقيق، لاحظ معي ايها الشعب الجزائري ان وزير الخارجيه تاعكم
مشى خسر الفلوس ديال التجارة ديال الشراوات ديال كذا ديال كذا، باش يدي عاود الشكاير ديال الفلوس الى كينيا باش تحبس داك التقارب الدبلوماسي الجديد اللي كاين عندها مع المغرب. وشنو هو العنصر يعني اللي كاين تما؟ اللعب فين كاين؟ كاين عند البوليزاريو، بوليزاريو نتاع تندوف، يعني هذاك وزير الخارجيه نتاعكم ماشي وزير الخارجيه نتاعكم، هذاك وزير الخارجيه نتاع قياطن العجاج، هذاك خدام المصالح نتاع ابراهيم غالي، ما عمر خدم لك من اجلك اساس المواطن الجزائري. ياك الخارجيه والجاليه وما الى ذلك، الجاليه الجزائريه في الخارج خدم لكم هذا عطاف شي حاجه؟ يا قال لكم تبون غادي نقص لكم في البيين تاع الطياره ديال في رمضان، نقصها لكم شحال سوات البيين تاع اير الجيري للجزائر؟ كم عدد الجزائريين اللي جاوا صاموا العيد مع العائله ديالهم؟ اه صاموا رمضان مع العائله ديالهم. وشنو دار مع الحراقه ديال فرنسا اللي ما عندهمش سون بابي؟ إذن مع من خدامين؟ خدامين مع البوليزاريو. إذن أنتم ما عندكمش وزير خارجية غير باش تحيدوها من بالكم، أنتم ما عندكمش وزير خارجية، وزير الخارجية اللي راكم تخسروا عليه من فلوسكم راه خدام عند البوليزاريو. جري جري الكينيا، علاش؟ دابا ساهل يجري يمشي يبقى يجري ويجري، ساهل تكرفصوا. المشكلة أنه ما قضى حتى وزة. شكون استقبله؟ من استقبل وزير الخارجية عطف؟ شكون استقبله ابن عمي؟ استقبله وزير الصناعة، وزير الزراعة. وزير الزراعة ابن عمي. كيفاش وزير الزراعة؟ هذيك وزير الزراعة في شكل فلاحة الزراعة. المهم واش باش يمشي يقول لنا حنا نعطيكم الفوسفات في بلاصة المغربي غيدير تما معمل الفوسفات في راسكم ديال الأسمدة؟ إذا الدولة اللي غادي تستثمر في كينيا وغدير مصنع نتاع الأسمدة، لان كينيا عندها مشكل كبير مع الاسمده، عندها مشكل ديال الاسمده، وفي اطار التفكير الاستراتيجي وداكشي اللي صالح ليها واللي ما صالحش ليها، مصلحتها هي هذيك، دات من عندكم الفلوس حلباتكم ودابا كتفكر في الفلاحه نتاعها. شكون الشريك اللي نقدر نخدم معاه الفلاحه؟ هو الناس اللي عندهم الخبره في داكشي نتاع الفوسفات والاسمده. شكون؟ المغرب. فهمنا؟ المصنع ديالنا المصنع المغربي غادي يكون في كينيا تماما مزيان، هذاك الشيء اللي كاين. وزير الغابات، يمكن وزير الغابات ما نعرف، يقدر، المهم ديك الساعه بلاتي نشوف. المعلومات المؤكده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سي أبرنوس مبروك عيدك. الجنرال تحياتي لك. تحياتي عواش مبروكة. لينا عليك الحبيب، عيدك مبروك الغزال. لكل العائلة وكاع الإخوان اللي كاينين في اللايف واحدا واحدا وواحدة واحدة. الله يحفظك. الله يحفظك إن شاء الله. على سميتو على عطاف. أه. عطاف استقبلوا وزير الغابات، تقول استقبلوا موكلي. نقولوا جاهم موكلي. دونك ماشي وزير فلاحة. لا وزير الغابات اصاحبي، قلت لك راه طرزان. ولا تيفي لا تيفي لا تيفي. الله يسمح لنا وصاحبي. انا لله وانت احمد. والله العظيم ما فراسيش هذه يا صاحبي، والله ما فراسي بالله. والله لا راه درت انا في تويتر، قلت لهم راه استقبلوا وزير الغابات، تقول استقبلوا موكلي. جاهم موكلي. كارثه.
ونزيدك نزيدك واحد ونزيدك واحد القضيه، انت راه ما في خباركش ان السي عطاف حضر الى رواندا في احتفالات بالجينوسيد، كيقولوا الجينوسيد كيقولوا المذبحه ولا اباده، الاباده ذكر الاباده. وشكون كان ضيف الشرف؟ ضيف الشرف كان الوزير، كان الرئيس الموريتاني بصفته رئيس الاتحاد الافريقي، والرئيس الاسرائيلي، والسي عطاف في المنصه. وكان كل اسرائيلي لا، الرئيس الاسرائيلي كان ضيف شرف، كانت اسرائيل وموريتانيا، موريتانيا كضيف شرف كرئاسة الاتحاد الافريقي، والرئيس الاسرائيلي كان هو كضيف شرف للحفل، والسي عطاف حاضر في المنصة، يعني حاضر من المتفرجين. يا لطيف. ايه ها راك تشوف اودا ودخلتي. هذاك التطبيع ديال هذاك التطبيع ديال رواندا اكتشف انه بدون دسم، داكشي علاش مشى، فهمت؟ ماشي التطبيع هذاك وجالس تما مربع يديه وكيتفرج في التكريم ديال الرئيس الاسرائيلي الذين يعني قارنوا بين ربطوا بين الجينوسيد اللي وقعت في رواندا بالهولو بوست 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 انت عارف ماشي كوست. كينيا حتى هي عندها علاقات وطيده مع اسرائيل. الشرق لا، راه الحديقه ماشي الحديقه، الفيرما ديال اسرائيل هي افريقيا الشرقيه كلها بدون استثناء، تنزانيا اثيوبيا جرها انت من كاع من السودان وجهاود اثيوبيا. السودان اصلا سميتو شكون اللي دعم جالو السودان في الانفصال؟ اسرائيل، اثيوبيا، الصومال، جيبوتي، الصوماليلاند ماشي الصومال الاخرى، كاين الصوماليلاند وكاين ديك بربارة، وعندك سميتو تنزانيا، هادو كلهم علاقات 100%. وشنا هو غادي نعطيك واحد النقطه باش تعرف كيفاش القضيه، وشنا هي هو البوان فور ديال اسرائيل في ديك المنطقه، هي لا تكنولوجيا اغريكول، التكنولوجيا الفلاحيه، ما لا سلاح لا درون لا والو. اسرائيل داخله لانه هذيك المنطقه كتعتمد بزاف على الديفلوبمون اغريكول، على السيكتور اغريكول. والمغرب دابا راه داير مشروع اللي هو ناجح، يعني ان شاء الله راهم غاديين فيه، ديال اثيوبيا استثمار ب 4 مليار دولار، غادي يديروا مصنع ديال الفوسفات تما، ديال تحويل الفوسفات. المغرب مستثمر في سهد، يعني هو كان ساعد في البناء ديال سد النهضه، وهذا شيء علني، يعني ماشي هذا. ونفس وعلى ما نظن انه متجه بنفس يعني بنفس الطريقه اللي حتى هي في نيجيريا، راه داير واحد استثمار ديال 4 مليار دولار، لا ميم شوز ديال في الاخر في نيجيريا، وغادي يمكن متجه لكينيا، غادي يدير نفس البروجي وبنفس الحجم. المشكلة فين كاينة هو أن داك الشيء اللي عند المغرب راه ما تقدرش الجيري شو حسابها غادي تعطي 16 ألف طن ديال الفوسفات وغادي تسكت لي كينيا. لا، المغرب ولا عنده النوهاو هي لو سافوار فير. راه المغرب يمشي غير بالسافوار فير ديالو بوحدو، ما يمشي بتار دورو سافوار فير والتراب ديال الفوسفات، والباقي هذوك الدول ماشي فقيرة، ماشي أن زعما راه ما عندهمش ولا. لو سافوار فير ديال المغرب هو اللي عنده الادد فاليو، اللي عنده لا فالور اجوتي، فهمت؟ وماوكلي خليه يزغر تما، راه مشى ماوكلي جاي مشى يقول لهم ادي ديك 16000 طن اللي عطيناها لكم دابا الله يرحم الوالدين، ردوها لنا، فهمت؟ شوفوا كيفاش ديروا تردوها لنا. ولكن الضربه اللي دارتها لهم 4 المليون ونص دولار ديال التراب ديال الفوسفات اللي عطات الجزائر لكينيا. شحال عاود الفلوس شحال؟ 4 المليون ونص دولار، 16000 طن ديال الاسمده. يعني 4 المليار ونص. وشنو دارت كينيا؟ خداتها تكملت وهي تفتح لها السفاره في المغرب، وتسحب ممثلها عند في البوليزاريو. علاش قلفت العطفه الاخر ومشى يجري عندهم؟
اش واقع. مع التأكيد على أنه كاين زيارة مرتقبة للرئيس الكيني إلى المغرب، وهذه الزيارة للرئيس الكيني لن تكون إلا بشي حاجة عندها علاقة مع الاعتراف ب هذاك الشيء اللي كاين دابا دابا لا سون بو، لانه خصك ما تنساش واحد المساله اخرى، انه الرئيس الكيني صرح النهار الاول ديال سميتو ديال الترسيم ديالو، صرح بسحب الاعتراف ديالو البوليزاريو، وضجة كبيره الدوله العميقه ولا العقيمه الدوله العميقه في كينيا، وهما يرجعوه ماشي وقته، ماشي هذا الوقت، ماشي وقته وتراجع. فهمتي كيف فهمت القضيه كيفاش؟ اما كينيا صافي تقريبا، كينيا دابا منين شافت لي دو بروجي، وماشي غير كينيا، مجموعه ديال الدول الافريقيه اخرى غادي تنجح، من شافوا لي دو بروجي اللي كاينين في سميتو اللي كاينين في، ما تشهيوناش بالكاطو الله يرحم الوالدين، راه مازال حتى الغدا الصباح راه عندنا شي كاطويات راه حنا دارسينهم غدا الصباح باش نحطهم. دابا منين شافوا البروجيات، منين شافوا البروجيات راه في الماء، لا في البيدو، البيدو السطل، قلت لك سميتو، منين شافوا البروجي ديال نيجيريا يعني سيريو، والبروجي ديال اثيوبيا يعني باللي انه جدي جدا، والله ما يعقلوا على المراديه ولا عقلوا عليهم، غادي يقول لهم هزوا هزوا ترابكم. اش ديك 16000 طن لو كان داها لديك 100000 هكتار، لو كان دابا راهم يحلبوا، لو كان دابا راهم يحلبوا الحليب من الاضرار. هادشي اللي كاين، المهم هادو هما هادشي اللي كان. تحياتي خويا سعيد، شكرا بزاف، شكرا لك، وكاع اللي في اللايف تحياتي لكم خوتي، وسمحوا لي طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله. تحياتي لك، تحياتي. إذا هذا هو الموضوع اللي كاين ديال 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 هاد الجرية، هاد التكعيطة اللي دارها عطاف نحو كينيا، اللي كتبين فعلا في راه عرفتي واحد المشهد راه مضحك على المستوى الدولي يا صاحبي، راه المشهد اللي ما غيحترمك فيها حتى واحدة الدولة الجزائرية. اش كنقول لكم، راه نظام اقسم بالله لا تهمه لا الهيبة ديالو ولا الاسم ديال الجزائر. عرفتي شنو هي دولة تعلن على قرار معين وتمشي تجري دا 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 في نهار، راه صاحبي واحد المشهد مهين مهين. ابار القضيه ديال شكون يستقبلك وشكون كذا، واش استقبلك وزير الغابات ولا وزير الكبات ولا وزير القفات، راه في النهايه انه واحد الدوله دارت واحد القرار معين. دابا فين المخابرات ديالك وفين، علاش ما درتيهاش قبل؟ راه داكشي اللي وقع مع اسبانيا، داكشي تاع بن بطوش، مرور فضيحه نتاع بن بطوش، القطيعه نتاع المغرب، ودوك نقولوا حنايا المفاوضات اللي كانت قبل الاعلان الكبير نتاع اسبانيا والمراجعه القويه جدا اللي زعزعت الاركان المرادية نتاع اسبانيا، فين كانت المخابرات الجزائريه؟ فين كانت باش تستبق؟ ودابا المشكل واخا نقولوا هنا اسبانيا مع المغرب، نقولوا اسبانيا، قولوا اسبانيا مجهده ما تقدر لهاش انت السي ايوا، كينيا تمخات واحد 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 القرار مع المغرب، مع الدبلوماسيه المغربيه، مع بوريطا، مع وزاره الخارجيه المغربيه، على نار هادئه شويه بشويه كذا كذا، كاين تحضيرات، كاين وفين فين فين كاين الاستعلامات الجزائريه؟ انا جايكم دابا التفسير اللي غادي يعطيه خزنج، عرفتي واحد التفسير عطاه داكشي النيجير، نقسم لكم بالله اخوتي الى الموت ديال الموت ديال الضحك، يا ربي نكون عاقل عليه نعطيكم التفسير اللي قالوه، يا ربي فكروني نشوف واش نقدر نفكروا. انا غنعاود لكم التفسير اللي قال لهم على القضيه تاع النيجير، النيجير ومالي. الخبر الثاني والمهم جدا هو الزيارة نتاع بوريطا إلى فرنسا، استعلامات حاضية سلطانة ويوبا، والله أختي النادي الريفية إلا برافو عليك، ها فين ولات دابا الاستعلامات والاستخبارات الجزائرية، ولات كتلعب مع سلطانة، معايا بوغديون،
شتي فين وصل النيفو نتاع هذا النظام العابط في الجزائر؟ المسائل اللي كتلعب على مستوى كبير 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 جدا، ما كتثقلاش الخبر، ما عارفاش اش كيوقع، حتى كتلقى الرئيس ديال النيجر قال لهم جيبوا لي استدعيوا داك السفير نبهدلوه. ياك اودي لاباس ياسر، تحياتي الزحلوس. حاضيانا حتى حنا، حتى حنا تيك توك، حاضيه تيك توك، حاضيه تيك توك، رابح دي زيد واخا ربي ما جيتيش رابح دي زيد، فين كنتي ياك ما اعتقلوك الزمر؟ ايه واحد المره كنت